النهارده عشان عندنا يعني ست ضيوف مشرفيني بعد قليل. سيادة الرئيس النهارده كان عامل اجتماع مهم جدا مع اشقائنا الوفد السوداني اللي موجودين في القاهره على مدار اليومين اللي فاتوا، مؤتمر القوى السياسيه والمدنيه السودانيه بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه، وايضا مستشار عمر مروان مدير مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. القوى السودانيه مع اشقائنا في من الامارات، مع اشقائنا من قطر، مع اشقائنا من جنوب السودان، مع وزير خارجيه تشاد كان موجود، ممثلين الاتحاد الافريقي موجودين، الجامعه العربيه موجودين، الامم المتحده موجودين، وسفراء فرنسا والمملكه المتحده، النرويج والاتحاد الاوروبي والمملكه العربيه السعوديه في القاهره كانوا حاضرين ومشرفين حاضرين هذا اللقاء. لقاء مهم جدا جدا. رئيس تحدث مع اشقائنا عن السودان ومصر والسودان، والرئيس كان واضحا في يشرح الوضع داخل السودان، وقال نتمنى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سريعا جدا. وقال لهم، قال لهم كده الرئيس بيكلمهم، قال لهم بكلمكم كأخ، أخ ليكم يعني، وانتوا أشقاء، وإحنا يعني مصر والسودان إحنا بتربطنا أواصر، وبنقدم لكم النصيحة بمنتهى الإخلاص ومنتهى الحب وليكم للشعب السوداني بالكامل. سيادة الرئيس خلي بالكم اجتماع قوي ومهم قوي. الرئيس قال لهم يعني كل يوم صراع، في صراع كل يوم في الصراع بيساوي سنة هدم. الرئيس قال لهم كلام النهاردة رسائل تصل لكل أشقائنا في السودان اللي موجودين في القاهرة واللي قاعدين في كل حتة. قال لهم كل يوم في الصراع ده اللي شغال بيساوي سنة هدم. قال لهم 70% من البنية التحتية أو الأساسية في السودان تم تدميرها، دي محتاجة قد إيه وبكام وهتاخد وقت قد إيه. قال يا جماعة تجربة هدم الدول مسألة مريرة للغاية، احنا عايزين يعني السودان تعود، ويعني عايزين مصر بتشتغل مع كل الأطراف المعنية سواء جوه السودان أو بره السودان والإقليمية وفي العالم كله عشان وقف الحرب، عايزين وقف الحرب ونعالج هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع لأنه ده يعني وقت صعب جدا. أكد الرئيس على أنه مصر يعني بتقوم ببذل جهد كبير جدا لرأب الصدع اللي بين الأطراف السودانية المختلفة. الرئيس طبعا أكد على الأزمة ديت يعني لها تداعيات كبيرة جدا داخل السودان وخارج السودان، وقال لهم انه في مثلا عملية نزوح اكثر من 2 مليون واحد من داخل السودان لدول الجوار ومنهم مصر طبعا، وفي اكثر من 7-8 مليون داخل السودان نفسها، نتكلم على اعداد هائلة ما بين بالاضافة للي حاصل مجاعة وغيره وغيره والاف الضحايا في السودان. فالرئيس النهاردة يعني اتكلم بشكل كبير جدا عن هذا الملف مع اشقائنا في السودان، اتكلم عدد من اشقائنا السوداني ومنهم الدكتور عبد الله حمدوك اللي هو الرئيس طبعا المعني ب هذا يترأس مؤتمر القوى السياسيه والمدنيه في السودان، واللي قدم الشكر للسيد الرئيس وللدوله المصريه على هذا المؤتمر، واكد انه المؤتمر ده يعني اتاح لنا الفرصه نبقى موجودين. معظم القوى السودانيه اللي موجوده اتكلموا كمان شكروا مصر طبعا. أهمية هذا المؤتمر أنه ينعقد على أرض مصر بهذا الحضور الكبير، عايز أقول لحضراتكم على مدار الفترة الماضية عدد كبير الموجودين ما كانوش يقعدوا مع بعض، أول مرة يقعدوا مع بعض في مصر في القاهرة على أرض مصر. وطبعا هم عارفين طبعا دكتور عبد الله حمدوك النهاردة قال أنه الحل الوحيد في السودان أن احنا لابد من الذهاب لعملية سياسية، أنه الحرب لن تحل الأزمة، لازم عملية سياسية. وقال ان احنا طبعا طلع بيان بعد كده في نهاية المؤتمر امبارح بالليل كان متأخر، الجميع اتفقوا على الخطوة الاولى وقف الحرب في السودان. ماذا كانت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشقائنا في السودان؟ رسائل مهمة جدا جدا، نتابع. ولازم تعرفوا ان انتم والشعب السوداني بين اهلكم،
في مصر هنا. الشعب السوداني اللي بيعاني نتيجة الحرب اللي الدائرة الآن وحالة عدم الاستقرار الكبيرة اللي أفرزت يعني سواء كان هجرة داخلية أو لجوء داخلي لأكثر من 7-8 مليون إنسان أو للهجرة خارج السودان لأكثر من 1.5 أو 2 مليون. ده نتيجة الأوضاع اللي موجودة دلوقتي. الأوضاع دي في يوم من الأيام هتنتهي إن شاء الله، بس كل ما تنتهي بسرعة كل ما يكون أثرها وتأثيرها على السودان ومستقبله أقل. كل يوم في صراع يساوي سنة هدم لقدرة الدولة. شوفوا ممكن نقعد كتير كلنا كقوة سياسية نتكلم كتير قوي، والوطن بينزف، والوطن بينزف. لما تكون النهاردة 70% من البنية الأساسية مستشفيات ومدارس وطرق ومحطات كهرباء ومية تم تدميرها، طب ده الكلام ده هيتعمل امتى وازاي وبكام في الحرب ديت؟ الغالب والمغلوب خسره، لانه هو على حساب بلد، اللي بيتقاتل اشقاء. فاسمحوا لي يعني ان انا اقول لكم التجربه بتاعت هدم الدول وتخريبها تجربه مريره جدا، وده تضييع للامه دي او للشعب ده ولمستقبله. الدنيا بتجري وبتتحرك بمنتهى السرعه. شوفوا التقدم اللي موجود في كل دول العالم غربا وشرقا، وشوفوا احنا بنعمل ايه. احنا ما عندناش وقت، ده احنا محتاجين وقت عشان نعوض اللي فات، مش نعوض اللي اتدمر واللي اتهد. فارجو ان انا ما اكونش بكلامي ده، انا كلمتكم كاخ لكم من قلبي، وعسى ان هذا الكلام يصل الى مش عقولكم فقط، الى قلوبكم ايضا. انتم اشقاء لنا. شعب السودان تربطه اواصر عميقه جدا جدا بينا كمصر. نحن لكم مخلصين في ان بلادكم اللي هي تعتبر امتداد لبلادنا انها تبقى في امان وسلام. مره ثانيه اهلا وسهلا، سعيد بلقائكم، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم يعود السودان افضل مما كان بفضل الله سبحانه وتعالى.